Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi alladhi manna alayna bi ni'mati al-islam wa akmala lana bi hadha ad-din al-qawim wa irtadahu lana deenan liyakuna minhaja. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعلنا بالإسلام خير أمة أخرجت للناس وجعلنا شهداء على الناس كما جعل الرسول علينا شهيدا. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صلي وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته وحين اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Brothers and sisters, this is a day of Eid. Let us beautify this day with a takbir. Allahu Akbar, any time we fast and break our fast in the day of Arafah. Any time we slaughter for the sake of Allah in the day of Eid. Allahu Akbar, any time we remember Allah. Any time we sin and repent. Any time a day is gone with the sunset and another is started with the sunrise. هذا يوم التكبير. جاء في بعض الآثار زينوا أعيادكم بالتكبير. فالله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما صام صائم في يوم عرفة وأفطر. الله أكبر ما تقرب أحد بقربان في يوم العيد. الله أكبر ما هلل مهلل وكبر. الله أكبر ما أحسن محسن واستبشر. الله أكبر ما أذنب مذنب واستغفر. الله أكبر ما ذهب يوم وأدبر. الله أكبر ما أشرق صبح وأسفر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Brothers and sisters, takbir is one of the slogans of Islam. With it we enter the prayer and progress between standing and making ruku' and sujood. We evoke takbir when we receive a newborn baby and when we enter the masjid. Muslims confront their enemies while evoking takbir. At-takbiru shi'arun min sha'air al-islam. Bihi yadkhulu al-muslim al-salat, miftahu al-salat al-tahur, wa tahrimuha al-takbir, wa tahliluha al-taslim. بالتكبير ينتقل المسلم بين أركان الصلاة المختلفة. إذا ركع كبر وإذا سجد كبر وإذا قام بين السجدتين كبر. به يستقبل المسلم مولوده فيؤذن في أذنه اليمنى. الله أكبر الله أكبر. التكبير به يدخل المسلم المعارك. الله أكبر الله أكبر كما قال الرسول الكريم عندما غزا خيبر. الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. To internalize takbir
is to know that Allah is greater than anything else. Anything you can imagine, Allah is greater than it. Anybody you respect or idol, any type of wealth, any type of position, any type of honor, Allah is greater than that. التكبير أن تعلم أن الله أكبر من كل شيء كل ما يخيل إليك أنه كبير فالله أكبر منه إن كان بعض الناس كبراء عندك فالله أكبر منهم إن كان المال كبير عندك فالله أكبر من المال إن كان الجاه كبيرا فالله أكبر من الجاه والمنصب إن كانت الدنيا كبيرة لديك فالله أكبر منها يستحضر المسلم كبرياء الله تعالى وتعاليه وعظمته كلما نطق بهذا الشعار الله أكبر. When sisters and during Eids we evoke this slogan for الله أكبر وفي الأعياد يتكرر هذا الشعار الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Eids are rest station for human in the journey of life, as we cannot always be serious and working hard without some rest and fun. All people have their own Eids, and Islam links Eids to deep divine and humanitarian meanings. الأعياد واحة للإنسان في رحلة الحياة لا يحتمل الإنسان أن تكون الحياة كلها جدا لا لهو فيها تعبا لا راحة فيها لهذا عرف الناس الأعياد وعرفت الأمم الأعياد لمناسبات شتى ربطتها أحيانا بمعاني وذكريات قومية وأحيانا بمعاني وذكريات وثنية ولكن الإسلام ربط أعياده بمعان ربانية ومعان إنسانية. As we speak of Eid and the happiness of Eid, we cannot forget the tragedies of our Islamic Ummah today. Eid is a day of happiness, but for the longest time, our happiness has been incomplete. لا يسعنا ونحن نتحدث عن العيد وفرحة العيد إلا أن نتحدث عن مآسينا نحن المسلمين. العيد يوم فرحة ولكننا منذ زمن طويل لم تكتمل لنا الفرحة. نريد أن نفرح من أعماق قلوبنا ولكن لا نجد لهذه الفرحة مكانا. فمآسي المسلمين حيثما رأيت شرقا أو غربا ذهبنا يمينا أو شمالا تواجهنا وتصرخ في وجوهنا. We would like to be truly happy, but the tragedies are plaguing Muslims in the whole world. In Kashmir, in Yemen, in Burma, in Syria, in Afghanistan, in Iraq, in China, in India, and in Palestine, and countless other places. These are some of our challenges as an ummah today. But this is a day of Eid, and we have to remember that there are a lot of reasons to feel optimistic about our future as an ummah. The future is for Islam, for this deen. We have evidence for this from Quran and from the Sunnah, from the history, from reality, from the signs of the universe. All of these are pointing to the fact that the future is in fact for Islam. المآسي كثيرة ولكن المبشرات أكثر. ثيقوا أن المستقبل لهذا الإسلام، أن الغد لهذا الدين، أن النصر قادم. هذا ما لا نشك فيه. عندنا الأدلة الكثيرة، الأدلة من القرآن، والأدلة من السنة الصحيحة، والأدلة من التاريخ، والأدلة من الواقع، والأدلة من سنن الله في الكون. كلها تدل على أن هذا الإسلام منتصر وأن الغد له. القرآن يقول:
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Brothers and sisters, this ummah have shown over its history that it's capable to rebound and reclaim its role of leadership among the rest of the nations. At the time when we feel that the trials and tribulations have reached their limits, that is exactly the moment where we should expect a near victory. والمبشرات كثيرة من التاريخ، حروب الردة والحروب الصليبية وحروب التاتار انتصر الإسلام فيها، وهذه الأمة أثبتت أنها أصلب ما تكون عودة وأشد ما تكون قوة حينما تحل بساحتها الخطوب وتشتد عليها الكروب وتتفاقم عليها المحن. هنا يظهر المكنون من طاقاتها كما ظهر أيام صلاح الدين وأيام قطز في معركة حطين ومعركة عين جالوت. Brothers and sisters, we need to learn from our mistakes as an ummah. These 10 days of Dhul Hijjah were a great station for spiritual refueling. ينبغي أن نتعلم حتى نغير ما بأنفسنا. الأمة فيها خير، ولا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. This is our wish and hope and Islam, that Islam and Muslims will be prosperous. Indeed, Allah's promise is true, and He has promised victory for the believers. The true belief manifests in our deeds, our ethics, our views, and our stands. Allah subhanahu wa ta'ala will never forsake the true believers. هذا أملنا وهذا رجاؤنا. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا أملنا وهذا رجاؤنا، سينتصر الإسلام ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ولكن الإسلام إنما ينتصر بأهله. يقول الله تعالى مخاطبا رسوله: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. النصر لا يأتي فقط بدون حركة الإنسان، النصر يأتي بحركة المؤمنين وجهادهم. فالنصر للمؤمنين والنصر بالمؤمنين. حققوا إيمانكم إيمانا صادقا يتجلى في أعمال ويتجسد في أخلاق ويتحدد في مواقف، والله تعالى لن يتخلى عنكم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Brothers and sisters, this is the day of Eid. Eid al-Adha that Allah gifted us. Let us pray that Allah brings it back with peace, Iman, Islam and success. هذا هو العيد، عيد الفطر الذي أكرمنا الله تعالى به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده ويعيد أمثاله على أمتنا بالأمن والإيمان والسلام والإسلام والتوفيق لما يحبه ويرضاه. اللهم اجمع كلمة هذه الأمة على الهدى، وقلوبها على التقى، ونفوسها على المحبة، وعزائمها على عمل الخير وخير العمل.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وتقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.